فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: نحن في مدرسة ونمسك أحيانا بطلاب يشربون الدخان في أوقات الفسحة، فهل لنا أن نعزرهم بالجلد 10 جلدات أو أن هذا خاص بولي الأمر؟ هذا خاص بمدير المدرسة، لأن المسؤول عن المدرسة هو مديرها، هو الذي يؤدب الطلاب على المخالفات وعلى إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.